هات ايه اللي جابها لك؟ ده انت تحمدي ربنا ان انا ما بلغتش عليك البوليس. هات الشيكات يا راجل، مش هسيبك تطلع. شيكات ايه؟ مين ده اللي هيسيب؟ اوعي اوعي اوعي. اوعى اوعى ماله زي اللي عامل عامله كده. اسمع ان شاء الله خير. هي بس تعبت شويه في الوكاله وقالت لي انها على المستشفى. ايه اللي حصل يا ابني؟ في ايه؟ الدكاتره قالوا لك ايه يا وحيد؟ لسه ما حدش خرج. طب ما تعرفش في مشكله في الحمل ولا لا؟ قدمي المشيئه يا لقاء. الدكتور خرج اهو. دكتور طمني يا دكتور، بنتي ملح. للاسف يا جماعه ما قدرناش ننقذ الجنين. تعرضت لكدمه قويه اسفل البطن، عملت نزيف داخلي وادت لموت الطفل البطن. طب والبنت دلوقتي عامله ايه؟ عملنا لها قيصريه وتمت السيطره على النزيف، بس هتفضل الليدي في العنايه المركزه بعد ما تفوق. طب وايه اللي عمل فيها كده؟ اسف لحضرتك جدا، ده مش شغلي. بعد اذنك. يا رب يا رب ستر يا رب ستر يا رب ستر وعفو وغفران من عندي. يلا ستر وعفو. يلا انا عايزك تروحي دلوقتي يا ام دلال وتيجي تطمني عليها بكره، وانا حبات معاها للصبح. لا معلش انا حبات مع بنتي هنا. وانا هقعد معاكم هنا بقى. ما ينفعش ما ينفعش يا سمر، انت وراك امتحانات ولازم تروحي، انا هطمنك بالموبايل. طيب روحي انت يا لقاء، انا حبات هنا مع وحيد. طب لو عاوزتي مني حاجه بيكلميني. لا مش عايزه منك حاجه يا اختي. كلكم لازم تروحوا دلوقتي، مش عايز كلام كتير. وحيد ايه الاخبار؟ عامله ايه دلوقتي؟ لسه يا ابني لسه. ماما ماما. ايوه يا بنتي ايوه يا بنتي. انا فين؟ انا ايه اللي حصل لي؟ ايه ده؟ ابني راح فين؟ ابني فين؟ حد يرد عليا. ابني فين؟ حد رد عليا انت يا وحيد. ابني فين؟ ابني مات. لا يا ابني المدينة. ابني مات يا ماما. زي ده يرميني رمية الكلاب. انا تعبت خلاص يا ماما. اهدي يا دلال، ابوس ايدك وقولي لي ايه اللي حصل بينك وبين يوسف. حسن اللي حصل يا حبيبتي. اهدي يا رب اهدي. ماما سيبيني لوحدي مع وحيد. حاضر حاضر يا بنتي، ان كان ده يريحك. حاضر. اطمني اطمني. طيب اطمني. طيب يا بنتي على مهلك. دلال اهدي بقى، اهدي بالراحة وقولي لي كده عايزة تقولي لي ايه؟ ما تخافيش، سرك في بير والله. أنا ياما غلطت فيك أنت وكمال، وياما اتأذيتوا مني أذية كبيرة قوي، والنتيجة إن ربنا عاقبني وخد مني ابني. طب أنا كنت بتمرمطيني، لكن كمال مش قادر أفهمها. أنا اللي أخدت من كمال 2 مليون جنيه ورثوا من أمي. ازاي؟ انا مش فاهم حاجه. انا ويوسف كنا في الوكاله بنتحاسب واختلفنا، راح زايقني على الارض وضربني في بطني بغل وابني مات. ابني مات يا وحيد. اهدي بس يا دلال اهدي عشان خاطري، اهدي وفهميني، كنتوا بتتحاسبوا على ايه واختلفتوا في ايه وازاي يوسف يعمل معاكي كده؟ انا هحكي لك على كل حاجه من الاول. وحيد تعالى يا بنتي طمني. ها قولي قولي في ايه بالظبط؟ ما فيش حاجه. ما فيش حاجه ازاي؟
انا عمري ما شفت بنتي بالشكل ده. يكونش كان في مشكله يعني في شغل الوكاله؟ لا دي هي كانت بتقولي على الشغل اللي هي سايباه عشان انا اعمله بدلها. سلام عليكم. سلام عليكم. ايه الاخبار؟ ده عامله ايه دلوقتي؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس يا بنتي. يا رب. اديني الموبايل بتاعك يا سمر. بقول لك ايه، ما تيجي حبيبتي نقعد هنا شويه عشان تاكلي لك لقمه، انت من امبارح على لحم بطن. انت برضو اللي جايبالي اكل وانا عامله في كده كله يا حاجه. دوسه طول عمرها طيبه وحنينه وعمرها ما شالت من حاجه. ايوه هي طيبه بس انا قسيت عليها قوي وعملتها وحش قوي قوي قوي. مين بس اللي قال الكلام ده يا جماعه؟ بالعكس انت عملتوني احسن معامله، يعني انا مش عارفه اقول لك ايه. وبعدين يلا عشان نطمن على بنتك. يلا يلا, يلا. يا كمال اسمع اللي بقوله لك ده ونفذه على طول. اطلع على الوكاله والزق ليوسف ما تتحركش من جنبه. عايز تعرف ليه؟ هقول لك. فاكر ال 2 مليون جنيه اللي اتسرقوا منك؟ مع يوسف اخوك. وعرفت المعلومه دي منين؟ ايه؟ طب خلاص لما اشوفك بقى. شكلك كده مش عارف تتكلم. على فكرة قضية الشيك اتحكم فيها. ابوك خد له 3 سنين مع الشغل والنفاس، يعني هو ممكن يتعبنا شوية لو قدم طعن بالتزوير. لا هي مسألة وقت. المحامي طمني ان شاء الله القضية مضمونة. طب بقول لك ايه، انا هخلص مع المحامي وهتحرك دلوقتي على الوكالة. ايوه دلوقتي. يلا مع السلامة. أنا رأيي يا كمال إنك تتكلم مع والدك بعد ما يرجع وتحاول تفهمه إن استمراره في القضية مفيش منه فايدة، وأنا واثق إن هيلينو يخلص معاك القضية. ودي لما نشوف الأول هيرجع ولا لأ. كم كده زكي؟ كده 3 مليون ناقصين 50,000. طيب وبالفلوس اللي دفعناها في البضاعه اياها يبقى كده 5 مليون بالظبط كده. هو بالمره نبقى ضربنا عصفورين بحجر، جبنا فلوس البضاعه بتاعتنا وطلعت انت قدام الحاج الابن اللي ضحى بنفسه عشان خاطر ابوه. طب يلا يلا عشان الحق ميعاد البنك. يلا قفل. وفي يا جو في حاجة مزعلاك غير موضوع خليفة؟ تاخدش في بالك، تاخدش في بالك بس يلا يلا. السلام عليكم. يا كمال في حاجة ولا إيه؟ إيه؟ جاي أقف معاك لحد أبوك ما يرجع. إيه الفلوس دي؟ بنجمع الفلوس اللي هنديها للي واخدين أبوك. على 5 مليون؟ ايه؟ سيبهم يقتلوه؟ الفلوس هيرش بيها. طيب كويس بقى ان انت جيت يا كمال عشان انا هروح اجمع بقيه الفلوس والبركه فيك انت هنا. يلا يا زكي. السلام عليكم. السلام عليكم. يوسف هو ايه اللي حصل لمرات ابوك؟ مش عرفني ايه اللي حصل لها. دي في المستشفى وحالتها وحشه قوي وابنها مات في بطنها. ده حصل امتى الكلام ده؟ طيب على الله بقى ما تتلككش وتلبسها لنا احنا يا ابو كمال. سلام. انت ازاي تعمل كده في مرات ابوك؟ عملت ايه مرات ابويا؟ عملت ايه في مرات ابويا؟ الله، انت مين اداك اصلا الحق انك تحاسبني؟ احاسبك ده ايه؟ ده انت قتلت ابنها. انا مش هحاسبك، ده انا هفضحك قدام الناس كلها واولهم ابوك. وانا وحيد؟ انت اتلحست في مخك ولا ايه؟ انت واعي للي انت بتقوله ده؟ انا واعي يا يوسف وبكامل قواي العقليه بأمرت الفلوس اللي كنت بتسرقها من ورا ابوك وفلوس كمال اللي خدتها دلال وانت لهفتها
بأمارة البضاعة المضروبة اللي كنت بتدخلها مصر. ها أسكت ولا أقول تاني؟ أسكت إيه؟ إلا أنت جبت الكلام ده منين؟ جبته من مطرح ما جبته بقى. جبته من مطرح ما جبته. عامل فيها وانت عايز ايه بقى دلوقتي؟ هطلع على جتتك القديم والجديد، بس نخلص من موضوع خطف الحاج ده اللي مش فاهمين منه حاجه. بقولك يا وحيد، بلاش انت بالذات تعديني، ما تعدينيش، انت غلبان، وما تخليش العقربه اللي اسمها دلال دي تلعب لك في دماغك. انا عارف ان هي اللي مسخناك. لو في كلمة واحدة في اللي أنا قلتها دي غلط رد عليا، هي مستعدة تواجهك. تواجه إيه ومستعدة إيه؟ أنت عبيط، دي حرامية يا ابني، دي متجوزة أبوك عشان تقلبه. ما هي لقت اللي بيقلبه كتير، قالت يعني هي جت عليا. أنت اللي شجعتها يا يوسف. شجعت إيه؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أنت تعرف إيه عن شغلنا؟ الوكالة دي أنا اللي بنيها على كتافي دول، أنا والحاج وبس. بقول لك إيه؟ مالوش لازمه الكلام المترتب ده. انا عايزك ترد على سؤال واحد بس هساله لك. اتفضل اتفضل يا وكيل النيابه. ما انا حاسس ان انا افتح ايه. اعتبره كده اذا كان ده يريحك. السؤال بقى يا يوسف، ابوك يعرف انك بتعمل شغل لحسابك من وراه؟ مش شغلك، مش شغلك. الوحيد اللي بنحاول نسأل السؤال ده هو العجو بس. ماشي يا يوسف، ماشي. عشان كده بقى انا هحتفظ بالبلاوي السودا اللي عندي دي لغايه ما نخلص من موضوع الحج. بعد كده لينا كلام تاني كلنا. كلنا كلنا ايه؟ والحواديت البايخه اللي انت عمال تحكيها لي من الصبح دي، في غيرك بيقعد يلكلك فيها؟ مش مهم تعرف اي حاجه دلوقتي، لانك هتعرف كل حاجه بعدين. انت بقيت من امبارح ولا ايه؟ اه خلصت شغلي متاخر، جيت مروح جالي اعلان مفاجئ فاضطريت اعمل تغييرات في الصفحه الاخيره. قولي لي اخبار عدد النهارده ايه؟ المنشطات الرئيسيه والريبورتاج بتاع موضوع بيع الاراضي كل الناس بتتكلم عنه. اتفضل اقرا. كشف النقاب عن تراجع حكومه رجال الاعمال في نهب اراضي الدوله برعاية السيد الوزير صاحب النفوس، من وراء اختطاف السيد الدقاق رجل الأعمال والمليونير. على فكرة العناوين هايلة. مال بقى لو عرفت الخبر الفظيع. خير؟ وصلت لنا ايميلات كتير جدا في موضوع وحيد، لدرجة إن هم عاملين جروب على الفيسبوك مسمينه كلنا معاك يا وحيد، وعايزين بقى مقالة ننزلها له كل أسبوع. أنت عارفة يا ريم، لولا ان وحيد ده طيب وابن حلال وقلبه سليم ما كانتش الناس تعاطفت معاه بالشكل ده. بس عموما هو خلاص اتفق معاه انه هيسلمني مقاله كل اسبوع. فعلا محدش عارف، ممكن وحيد ده بكره يبقى واحد من كبار الصحفيين في البلد. انت عارفه انا لو نجحت في حكايه وحيد دي ابقى حققت حاجات كتير قوي، اهمها كسر يوسف عبو، وده يرضي غروري. بعدها مشيت خطوة جديدة في طريقي الجديد، الطريق اللي ظهر لي من آخره نقطة نور وتمدت لي فيه إيدين تساعدني وإيدين تانية عايزة ترجعني بعيد قوي عن نقطة النور. إيه رأيكم في المقالة؟ هايل يا وحيد. بس هما ليه مش حاطين صورتك يا وحيد؟
معرفش، بس إيهاب قال لي في الفترة دي مش لازم أظهر بشخصيتي الحقيقية. يا سلام، ربنا يخليكوا لبعض يا ابني. يا سمر، أنت ساكتة ليه؟ المقالة مش عاجباكي؟ لا عجباني، بس أنا قلقانة قوي يا وحيد، بفكر في بابا، مش عارفة هو عامل إزاي دلوقتي، تعبان ولا مش تعبان، بياكل ولا بيشرب، الناس اللي خاطفينه دول بيعملوه إزاي؟ ومين هم أصلا الناس اللي خاطفينه دول وعايزين إيه؟ إن شاء الله يا بنت هيرجع بالسلامة، إن شاء الله. يا دوبك أمشي أنا بقى؟ إيه، رايح للمحامي؟ آه. طيب كمال يا ابني، أي أخبار طمنه؟ حاضر يا حاجة، دعواتك معانا وأنت بتصلي. ربنا معاك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت بتعرفي تقري؟ إيه وحيد؟ اللي بيحصل ده تهريج، بس أنا هعرف إزاي أوقفهم عند حدهم. ليه يا باشا؟ في حاجة حصلت ولا إيه؟ أنت قريت جرايد النهاردة؟ في الحقيقة أنا ما قريتش، بس مكتوب فيها إيه خير؟ أنت من سبق وعدتني إن الجورنال بتاعكو مش هيجيب اسمي في أي خبر ينشره؟ حصل يا باشا. ولما هو حصل، إزاي ينشروا تفاصيل بيع أرض شرق التفريع وطريق اسكندرية وأسماء رجال الأعمال والوسطة بالمبالغ والعملات اللي اتدفعت؟ إزاي تسيبهم يكتبوا الكلام ده يا جاد؟ في الحقيقة يا باشا، أنت عارف أنا ماليش في الصحافة خالص. أنا عن نفسي حاولت يكون ليا مكتب جوه الجريدة عشان أتابع أي خبر ينزل، لقيت نفسي مش فاهم حاجة، قلت أسيبهم هم يتصرفوا براحتهم. وما أنت ما بتفهمش في حاجة، بتشتغل فيها ليه؟ خلاص يا باشا، أوعدك إن شاء الله هفهم كل حاجة ويكون ليا مكتب جوه الجريدة، وبالنسبة للكلام اللي اتكتب ده أنا هعمل كل الإجراءات القانونية ضده. مفيش أي إجراء يقدر يصلح الحاجات دي، وأنا عارف إن أنت تقصد الحاجات دي يا جاد، لأنها مش أول مرة. انا بقى اللي هاخد اجراءاتي وهتشوف. هم قالوا هيتصلوا امتى يا يوسف؟ المفروض دلوقتي. انا خايفه قوي، خايفه لا يكونوا عملوا في بابا حاجه. لا ما تخافيش يا سمر، يوسف عارف بيعمل ايه. ما تتصل يا عم على الرقم اللي بيظهر ده، بدل ما احنا واقفين كده تحت رحمته. بس بس بس، مش عايز صوت. انت ابن سيد؟ ايوه. الفلوس جاهزه؟ ايوه جاهزين. طيب اطلع على ميدان الرمايه وخلي الموبايل ده معاك، اول ما توصل كلمني احدد لك مكان التسليم وتيجي لوحدك. لو شميت خبر ان البوليس عرف هبعت لكم راس ابوكم في طرف. يا نهار اسود. الو الو، دعولي يا جماعه، دعولي. ربنا معاك والنبي يا يوسف، اول ما اشوف ابوك طمنا يا ابني. ان شاء الله حاضر، خلي بالك. طيب سلام عليكم. يا كمال خير؟ عايزكم ضروري تعالوا معايا. سمر، دلال ومامتها فين؟ ربنا يكون في عونهم ويصبرهم بقى. واحنا ماشيين ورا يوسف ليه؟ لو حد من العصابه شم الخبر ممكن يقتل ابوك. في حاجة في دماغ كمان احنا مش فاهمينها ومش عايز يقول لنا عليها وحيد. يا جماعة ما تخافوش، أنا عامل حسابي كويس أوي، محدش هياخد باله مننا. المهم بس خلينا ماشيين ورا يوسف لغاية لما الحاج يرجع بالسلامة، وبعد كده نشوف هنعمل إيه. جبت الفلوس؟ عشان ابوي بس. حاج سيد، حاج سيد، حاج سيد، انت كويس؟ مالك؟ انت اللي جيت تخلصنا عنهم، برافو عليك. يلا يا حاج، يلا وقتك ما حدش سأل فيه. معلش مش وقت، مش وقت يا حاج. يلا يلا يا حاج، يلا 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 يلا، دي نومة تموت. لا اله الا الله. ما شر عليك يا حاج. شو اللي 5 مليون دول ابعدوهم لو عندك وقت.
طب خد ابوك واتكل على الله، ولو فكرت تبص وراك هفرغ الطبنجه دي في دماغك. الف سلام عليك يا غالي، فداك ان شاء الله 50 مليون. ربنا اعلم انا دبرت الفلوس دي من تحت الارض، كنت هتجنن عشانك. بس انا مستغرب انت ازاي تدفع ملايين زي دي للناس الاندال دول. طب خد رايي. خد رايك امتى يا حاج؟ اخد رايك امتى بس وازاي يعني؟ ده انا كنت هتجنن يا حاج، وخايف لحد منهم يعني بعد الشر عليك يأذيك ولا يلمسك ولا يعمل اي حاجه. بس معقول يحصل فينا احنا كده؟ انا لا يمكن اسكت، لازم اعرف فين ورا الحكايه النيله دي. هنعرف يا حاج هنعرف. اهدى بس. بقى معقول سيد الدقاق يتخطف؟ اقسم بالله ما هتعدي على خير. يا انا يا هم الاندال. المهم سلامتك يا حاج، المهم سلامتك. الحمد لله الحمد لله. هي ناقصه. حركة هضرب بالنار. بوليس. والله يا باشا انا خطفنا ولا عملنا حاجة. شوف الفلوس في الشنطة يا هاب. يلا بسرعة. فلوس فين يا قلب؟ والله يا باشا انا في فلوس. انت قلب؟ والله يا باشا انا في فلوس ولا حاجة. ده اللي اتفق معانا انه هيدينا 5000 جنيه عشان نعمل التمثيلية دي، وحتى المسدس ده صوت. طب شايف ده؟ ده بقى حقيقي يا روح امك. انا تحت امرك يا سعادة الباشا. مستعد تقول الكلام ده وتصور فيديو؟ تحت امرك. جاهز؟ مين اللي صلتك؟ يا نهار اسود كده، يبقى يوسف لبسنا السلطانيه كلنا. اللي حصل ده خطير، خطير جدا يا جماعه. علشان كده ما حبيتش اقول لكم احنا جايين، حبيت ان كنتوا تشوفوا بنفسكم. طب وانت عرفت منين ان يوسف هو اللي عمل الليله دي كلها؟ اركبوا وانا احكي لكم في الطريق. يلا. رحت دكانة، بصيت من ورا الإزاز، لقيت يوسف هو وزكي وقدامهم فلوس كتير في شنطة كبيرة. طريقتهم خلتني أشك فيهم. يوسف خد الفلوس وخرج بيها وقال لي هروح أجمع باقي فلوس الفدية. خرجت جاري وراه، وكانت المفاجأة إنه راح على البنك. وإيه اللي حصل بعد كده؟ خرج من البنك معاه نفس الشنطة برضه، بس مش عارف ليه شكيت ان الشنطه فاضيه. بعدها عمل حاجه غريبه، وقف عربيته عند بتاع جرايد واشترى كميه كبيره من مجلات وجرايد. رجع الفيلا ونزل بالشنطه وكانت مليانه. بعدها اتصلوا وحددوا مكان المقابله ليوسف. الحمد لله على سلامتك يا حاج. سلام يا حبيبي. معرفتش مين اللي عمل كده؟ بس انا عارف. وايه اللي ما بقاش انا صدق. اقعد يا حاج، اقعد ارتاح. اقعد. بابا انا كنت خايفه قوي والله يا بابا. حرام عليك يا يوسف، كنت طمنتنا. ده انا قلبي كان هيقف وحياه ربنا والله. مش لما كنت اطمن انا على الحاج الاول يا سمر، ده انا كنت هموت في جلدي وحياتي. طب اعمل لكم اي حاجه تاكلوها يا جماعه؟ والله تطلع اوضتك تريح لك شويه يا حاج. انا لا هرتاح ولا ههدى لي بال غير لما اعرف مين اللي عمل معايا العمله النيله دي. يا حاج شيل في دماغك ده بقى، وكفايه مشاكل يا ساتر. لا يمكن، لازم اعرف مين اللي عمل معايا كده ومين اللي زقهم عليا. بس انا بقول اطلع ارتاح شويه يا حاج، انت شكلك تعبان قوي. مش هطلع ولا هرتاح. هنسيبه براحته بقى يا يوسف. الحمد لله على السلامه يا حاج. نورت بيتك يا حاج. ازاي صحتك يا حاج؟ محدش ليه دعوه بيا. يوسف عايز حسابات الوكاله في كام يوم اللي فاتوا دول، وانا هقوم اريح شويه وارجعهم. يلا يا حاج. حاضر. اتفضل يا حاج. اتفضل. ما حدش يسندني، سيبوني. اتفضل يا حاج. زي الفل زي الفل يا حاج. اتفضل. يلا على السلامه. نورت بيتك يا حاج. نورت بيتك. بص لي كده ليه يا مرات ابويا؟ ما تروحي ورا جوزك. الله.
الوش اللي هو اداهولنا ده. معلش بكره يعرف الحقيقه. اخ يوسف عايزين نتكلم معاك كلمتين ممكن؟ لا ده انا دوب كده انا عندي معاد تسليم بضاعه في الوكاله وعايز اعوض بقى لازم موجود الفلوس الملايين اللي راحت في الهواء دي الواحد لازم ايه ده ايه ده ايه يوسف إيه؟ انا هاجي معاك الوكاله عشان عايزك في موضوع مهم. ماله حبيبي ماله نور الدنيا يا اخويا عايز امشي بقى. لا قلت لي انك عايزني سامع. اصبر شويه لما القعده تكمل. ليه في حد تاني جاي ولا ايه؟ السلام عليكم. اهلا. ده انت عامل اجتماع موسع بقى. طب واحنا هنضيقها على نفسنا ليه؟ طيب نتكلم بقى عشان عندي شغل. يلا جهزت نفسك لسفريه الصين؟ لسه الوقت ما في. انت عرفت منين إيه؟ هو مش معرض كوانز السنوي قرب خلاص؟ اللي بالحق هو انت بتسافر كم مره في السنه؟ بسافر مره خلص فيها كل شغلنا ولو عاوزني حاجه بعد كده الوكلاء الصينيين بيبعتوها. ها بتاخد معاك كام مليون يا جو؟ ايه يا جماعه خير؟ انتوا فاتحين لي تحقيق ولا ايه؟ والله طب وانت بتقفش ليه يا اخي؟ ده احنا اخواتك وجايين ندردش معاك ساعه صفا. وانا بقى ما عنديش ولا وقت لدردشه ولا لساعه صفا لان عندي شغل. ايه عندك حاجه اهم من اخواتك حبايبك؟ عندي سفر وعندي شغل. ما هو ده بقى الموضوع يا يوسف اللي احنا جايين عشان نتكلم معاك فيه. خير انت عارف يا جو ان الحاج دلوقتي اعصابه تعبانه بعد حكايه الخطف دي عشان كده كلنا لازم نبقى ايد واحده ولازم الشغل يمشي احسن من الاول بكتير. باللي بتعملوه ده انتم معطلين الشغل. ما هو علشان احنا شايفين ان المسؤوليه تقيله عليك قلنا تشيل معاك. تشيلوا معايا ايه يا حبايبي؟ احنا عرفنا ان انت بتسافر بخمسة مليون دولار تجيب بيهم طلبيات. خمسة مليون دولار يعني 30 مليون جنيه. لازم حد يشيل معاك يا يوسف. ما هو كمان ما ينفعش يبقى احنا موجودين ونسيبك تتعذب بالحمل ده لوحدك. حد مين بقى استاذ وحيد؟ انا. ايه انت ايه انت مش فاهمة؟ انت هتعرف ايه في الصين عشان تسافر معايا؟ ما هو مش هيبقى لوحده يا يوسف. ايه العيله كلها هتسافر؟ رايحين رحله لناطر احنا؟ انا بس اللي مسافر معاكم يا شو. وانت مسافر تعمل انت كمان؟ عندي شغل رايح اعمل ملف صحفي عن البضاعه الرديئه اللي بتيجي مصر وهتدفع على مكان الجرنان الجديد انا والحاج جاد. ايه جد؟ جد ايه؟ جد ايه؟ يا ابني اهدى اهدى هتعور نفسك كده. خد الامور ببساطه واعمل حسابك انك مش هتطلع السفريه دي غير وحيد معاك. انت يا فردوس فين الاكل؟ لا اله الا الله انت يا زفت اللي اسمه الجنه. انت يا بنت يا نيله يا جنه. النهارده يا حاج جنه ما بقتش شغاله في البيت ده. ليه؟ هي خرجت راحت فين؟ لا ما خرجتش ولا حاجة بس زي ما تقول كده هتبقى واحدة من أهل البيت. أصل أنا هتجوزها. تتجوزها؟ تتجوزها ما تتجوزهاش بس أنا ما تهمنيش. المهم أما أندى عليها ألاقيها. بعد كده هي في البيت ده عبارة عن خدامة وبس. عايز تتجوزها خدها وغور بيها من هنا. كلمني بقى بأسلوب مختلف شوية مش كده بقى. يعني إيه أنا؟ انت ازاي بتكلمني بالشكل ده قليل؟ بلاش بلاش بقى بلاش بقى يا حاج بقى بلاش شتيمه بقى. خلونا نقعد نتكلم شويه كده مع بعض. انت مش شايف الزفت ده بيرد عليا ازاي؟ معلش يا حاج حقك عليا انا حقك على راسي. خلاص خلاص يا وحيد انت كمان نتكلم بعد ما الحاج يخلص اكل. انا مش عايز اتكلم انا اللي عندي قلته وخلاص. جنه هتبقى مراتي قريب قوي. ربنا يخليك ليا يا وحيد. غور يا بنت انت من قدامي. قلت لك ما تعملهاش كده. خلاص بقى خلاص خلاص كفايه بقى زعيق وشتيمه. تعبت اعصابي تعبت من كتر خناقات كل شويه. الله انت اللي هتزعق في ودي. انتوا ايه كده؟ خلاص ما عادش بيسمع كلامي. ما بقاش ليا تقدير وسطكوا. جاتكوا نينا ده انتوا نينا بس جاتكوا مرض على وسخه. انت فعلا معاك حق. احنا تقريبا بقينا في مشاكل طول الوقت بقت حاجه تزهق. يلا 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 خلونا ناكل
خش يا بنت يا جنة اندهي فردوس وحسونة، خلينا نقعد ناكل مع بعض، الكراسي كتيرة اهي. لا ده حاجة بقت مش طبيعية فعلا. اف حلوة قوي، لما الست تبقى تبع جوزها بيبقى حلو برضو. انا اروح اشوف راح فين. قوله ان دلال مراته خارجة بكرة، خليه يوسيها في ابنها اللي مات في بطنها، منه لله بقى اللي كان السبب. يلا يلا خلونا نقعد ناكل اهو كده نعرف نستطعم الاكل. ايه اللي عملته ده يا اخي؟ ده كلام يا ابني، انا مش قلت لك بلاش تتكلم في اي حاجه عشان ما تصطدمش بيه؟ ما قدرتش، ده ما فكرش يسال على مراته ولا كان حد مات له، ده ابنه اللي مات يا حاجه، ابنه. هو طول عمره كده يا ابني، قلبه جامد، عمره ما اهتز لاي شيء في الدنيا. طب تخيل بقى لما كان اي حد من العيله دي يعيا هو صغير ولا يحصل له اي حاجه، كان يقول للمرحومه الله يرحمها لما المرض يخرج من البيت بيبلغيني علشان اجي. يا ساتر يا رب، ده لو دخل امتحان الابهات ياخد 0/10. يا وحيد كفايه كده، ده بابا على فكره اللي انت بتتكلم عليه ما ينفعش نتكلم عليه كده. معلش حقك عليا، ما تزعليش يا اجمل وارق اخت في الدنيا. شايفه يا بنت؟ شايفه؟ اتعلمي اتعلمي، جايز تبقي زيها. يلا يا حاج اقعد عشان ناكل. يلا يا بنت اقعد يا سمر، اقعد يا حسونه. يلا بسم الله. اسمعني بس، انا هقول لك انت بس اديله الشيكات. طب اقول لك على حاجه، انا ما اشوفك انا ما اشوفك انا هحلها خلاص، مالكش فيه بقى. يلا سلام سلام. اجرى يا حاج. طب والله العظيم خير، كل اللي هيجي خير. خير؟ منين هيجي الخير والنصايب نازله على دماغي بترف؟ وبعدين بسم الله ما شاء الله، اخواتك يا حبيبي قاعدين لي زي قرد قطعه. بقول لك يا حاج، انا عايزك اليومين دول بالذات تخلي اعصابك كده في ثلاجه كده، ما ينفعش كده. انا عن نفسي اخر مره هروح عندكم البيت، بصراحه انا كنت قاعده مخصوص عشان مستنيه الحاج، لكن غير كده خلاص، اللي بيحصل عندكم ده قله ادب ومهزله. ما انا معاكي. اقول لك على حاجه، طب انا رايي بقى ان انتوا تقعدوا هنا اليومين الجايين دول. ومين قالك ان انا هقبل الهبل ده؟ بس الله، يعني واحده خدامه عايزه تساوي راسها براسنا؟ ده ايه المصيبه السودا دي؟ والتاني اللي اسمه ايهاب ده لو طلع بكره لا شرع لي في خبر هتبقى مصيبه فوق المصيبه. المصيبه اللي بجد في الواد كمال ده، ابن سعاد، الواد ده ما بيطقنيش بجد. وانت السبب يا يوسف. انا السبب ايه بس؟ يا حاج بس انا عملت ايه بس؟ انا كنت قاطع رجله، كنت بعده عني، منعه يخش البيت او الوكاله، كان بيعمل لي 100 حساب. قعدت تقول لي مش كده يا حاج؟ سامعه يا حاج؟ قربوا منك يا حاج؟ اديني نيلته، ومن ساعتها والنصايب نازله ترف على دماغي. معلش يا حاج، يوسف اكيد ما كانش قصده، ما يعرفش انهم بقوا معصاب على بعض. بقول لك يا حاج، ممكن تريح نفسك انت وتسيب لنا المشوار ده؟ سوري يا جماعه، انا عارفه ان الوقت مش وقته يعني، بس غصب عني انا كنت محتاجاك تحضر لي نص مليون دولار، مزنوقه على الاخر، البضاعه في الجمارك مش عارفه اطلعها. انا اسفه قوي يا سعيد، انا اسفه. يوسف شوف خالتك لقاء عايز ايه ونفذه. ايوه انا تحت امر خالتي، بس اصل السيوله صعبه. السيوله ايه؟ خلاص خلاص، ما تقعدش تدور على كلام تقوله لي، فوت عليا بكره الصبح وانا هاخدك ونروح البنك. لا 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 لا، يعني الحسابات السريه دي ما بتطلعش غير للحبايب ولا ايه؟ ما تتكلمش انت عن الحبايب، ما انت من الحبايب برضه. وبعدين بصراحه انا في دماغي فكره كده، لو تمت ان شاء الله هقطع رقابيهم كلهم. ماشي تأمرني يا حاج. ومش عايز حد من البهايم دول يهوب ناحيه الوكاله. يهوب ناحيه الوكاله بس؟ طب ده في واحد منهم يمكن يجي معايا الصين. ايه ايه ايه؟ الصين كمان؟ لا ده لما يشوفوا حلمة ودنهم. ليه ليه يا حاج؟ خليهم يجوا، على الاقل الواحد مرة واحدة يخش المطار وهو مطمن. سيبهم لي انا بقى يا حاج، انا هلعب لك معاهم الدنيا. اصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله يا ما قبل منك خلق عاشوا راحوا فين. اصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله دخلنا بزيارة ضيوف وبكرة مروحين. واصحى يا نايم، الله وحيد الدايم.
الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين اصحى يا نايم الله وحد الدايم الله ده احنا في زيارة يفوق بكره مروحين ولما العمر قطره يفوت ما حطل حتى قرش ابيض ومهما نعيش مصيرنا نموت يا سود يا ابني بقى يا ابيض ما تركعش الا للمولى غيره لا حول ولا قوه في واحد يبقى بحر فلوس ومن جوه فقير وجعان وغيره عليه ديون وفلوس وما تهونش الا على الغلبان وناس براها يبقى نضيف وتطلع سودا من جواه اصحى يا نايم الله وحد الدايم الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين واصحى يا نايم الله وحد الدايم الله ده احنا في زيارة ضيوف وبكره مروحين مصر على عنده ورأيه رقم واحد عنده هنعرف امتى انه ده ستر وفضل وعدل من عنده يا خلق الرحمة مطلوبة بدل ارزاقنا محسوبة لكل باصص لغيره يا ناس عقولنا بقت في غيبوبة ولما العمر قطره يفوت ما حطل حتى قرش ابيض ومهما نعيش وصرنا نموت يا سود يا ابني بقى يا ابيض ما تركعش الا للمولى غيره لا حول ولا قوه في واحد يبقى بحر فلوس ومن جوه فقير وجعان وغيره عليه ديون وفلوس وما تهونش الا على الغلبان وناس براها يبقى نضيف وتطلع سودا من جوه اصحى يا نايم الله وحد الدايم الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين اصحى يا نايم الله وحد الدايم الله ده احنا في زياره ضيوف وبكره مروحين